السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الجميع الأيام دي بيشتكي من ضعف المشاهدات ونقص عدد المشتركين. أكيد الكل دلوقتي والأغلبية بيشتكي من عدم ظهور الفيديوهات في محركات البحث، وبالتالي ما بيبقاش في اقتراح للفيديو من قبل خوارزميات اليوتيوب على مشاهدين آخرين، وبالتالي بتضعف المشاهدات. ايه السبب في كده؟ احنا قلنا لابد خاصة القنوات الصغيرة لازم تركز على الكلمات المفتاحية، لازم تركز على الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو، لازم تركز على العلامات الدلالية عشان نفهم يعني ايه الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو، وعشان نعرف يعني ايه الكلمات المفتاحية، وازاي نجيب الكلمات المفتاحية، وازاي نبحث عنها عشان فيديوهاتنا تتصدر محركات البحث ونقدر نحصل على مشاهدات، وهي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها عشان كده فيديوهاتنا بتموت وبتضعف المشاهدات. هو ده موضوع فيديو اليوم، يلا بينا. بداية انا مش عايزك تتخض ولا حاجة، الموضوع سهل وصعب. سهل ان انت لما تعرف المعلومة تبدأ تتعامل عليها، ونجاحك مش هيكون انا اسف من اول مرة. يعني انت ممكن تاخد المعلومة تطبقها في فيديو ما تنجحش، في فيديو تاني ما تنجحش، في فيديو تالت رابع عاشر وهكذا، لحد ما يجي معاك فيديو تطبق السيو صح وتطبق المعلومة اللي انت اخدتها صح على فيديو معين، الفيديو ده ممكن يقلب لك القناة رأسا على عقب. الفيديو واحد بس ممكن يغير لك مجرى قناتك تماما. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع بتاع الفيديو بتاعنا، احنا ادينا نبذة بسيطة عنه في المقدمة، لازم تعرف قاعدة حطها في دماغك، وهي ان حضرتك لابد وان يكون المحتوى، محتوى الفيديو، مناسب وملائم للجمهور وليس لمحركات البحث. دي قاعدة قبل ما نتكلم في اي حاجة لازم حضرتك تعرفها، ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه. الكلام اللي انا بقوله ده بيسري على جميع المحتويات، لكن هما بيسريش اكيد طبعا على قناة كبيرة شهيرة خلاص عرفتها الخوارزميات وعرفها اليوتيوب وعندها عدد كبير جدا من المشتركين اعتادوا الدخول على الفيديوهات. الكلام ده اكتر اهمية بالنسبة للي لسه فاتح قناته جديد، للي لسه مبتدئ على اليوتيوب، للي عمل قناة ومش قادر يوصل لهدفه الاساسي وهو زيادة مشاهدات وزيادة مشتركين وتحقيق ارباح. يبقى القاعدة دي لازم تحطها في دماغك، وهي ان المحتوى اللي حضرتك بتقدمه لازم يكون مناسب للجمهور مش مناسب لمحركات البحث، لان محركات البحث هي اساس عملها على اللي بيطلبه الجمهور. محركات البحث سواء كانت يوتيوب او جوجل او اي محركات بحث، واحنا بنتكلم هنا على اليوتيوب خاصة، اليوتيوب بيهمه رضا المشاهد. اللي عايزه المشاهد اليوتيوب بيجيبه له عشان يشاهد، بيشوف بعد كده اليوتيوب هل المشاهد ده شاهد الفيديو ولا لا، هياخد انطباع عن الفيديو هل كويس او سيء، بيشوف المشاهد قعد على الفيديو مدة قد ايه، مدة احتفاظ الفيديو بالجمهور قد ايه. هو اليوتيوب بيتعامل على كده، بيهمه في الاساس رضا المشاهد. يبقى حضرتك المحتوى اللي انت بتقدمه لابد وان يكون مناسب لمين؟ للجمهور اللي هو المشاهد، مش لمحركات البحث. طيب تعال نتكلم على اول حاجة عشان ما تسرحش مني، على الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو. الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو يا شباب هي الكلمة اللي حضرتك هتعمل الفيديو موضوع الفيديو عنها. طب هل ممكن حضرتك كده هتجيب اي كلمة رئيسية مستهدفة في الفيديو خلاص؟ لا طبعا، لابد وان حضرتك تعمل عملية بحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو الأول، قبل ما تكتب العنوان وقبل ما تكتب الوصف وقبل ما تكتب الكلمات المفتاحية في الوصف وقبل ما تكتب وتحط العلامات الدلالية في مكانها في العلامات في تفاصيل الفيديو وانت بترفعه على اليوتيوب. يبقى أول خطوة انت بتبحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو.
فرض لحضرتك ان احنا هنعمل فيديو عن محرك بحث جوجل. انا كمصري قلت محرك بحث جوجل، لكن العديد من الدول العربية اخواننا العرب ما بيقولش جوجل، بيقول جوجل. اللهجة اختلفت مع ان اللغة واحدة. يبقى لابد وان حضرتك تبحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة اللي تناسب مين؟ الجمهور بتاعك. انت هنا هتستهدف مين؟ يبقى لابد وان انت تكون على دراية، ما تهملش لغة جمهورك، ما تهملش المصطلحات اللي بيستخدمها جمهورك، لان هي بتختلف من دولة الى دولة حتى ولو كانت تحت لغة واحدة وهي اللغة العربية. كمان اوعى تغفل ان جمهورك ده ليه مرادفات معينة بيبحث عنها عن شيء معين، بتختلف المرادفات دي والمصطلحات دي قلنا من دولة الى دولة ومن لغة الى لغة وفي نفس اللغة. الكلام اللي انا بقوله ده خلي بالكو هو اساس عمل اليوتيوب والخوارزميات، لكن احنا مش بيهمنا ان احنا نفهم الخوارزميات قد ما احنا نفهم الجمهور اللي احنا هنتعامل معه. يبقى ده اول حاجة لابد ان حضرتك هتبحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو. وانت بتبحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو لابد ان انت تعرف الجمهور اللي انت هتستهدفه ايه، اللغة بتاعته ايه، المصطلحات اللي بيستخدمها ايه، كمان المصطلحات اللي هو بيستخدمها على اشياء بيبحث عنها، المصطلحات اللي بيستخدمها على اشياء بيبحث عنها. كمان الاهم من ده كله في الكلمة الرئيسية المستهدفة، من الموضوع مش موضوع ان انت هتعمل فيديو جات لك فكرة فيديو وخلاص. انا عشان اعمل فيديو لازم افكر، اشوف الموضوع اللي عليه طلب واشوف الجمهور المستهدف، وبعد كده اشوف الكلمة الرئيسية اللي انا هستهدفها في الفيديو اللي هيدور عنها موضوع الفيديو، واللي انا هكتبها في اول 20 حرف من العنوان، وان عنوان الفيديو مش هيكون اكتر من 60 لـ65 حرف، واللي الكلمة الرئيسية دي هكتبها في اول 200 حرف من وصف الفيديو، عشان المشاهد او اليوتيوب يعني بيظهر اول سطر ونص او سطرين من وصف الفيديو اسفل الفيديو اللي بيعرضه على المشاهد، سواء كان في الفيديوهات المقترحة او حتى حالة مشاهدة المشاهد لنفس الفيديو. كمان العلامات الدلالية دي اصلها هي كلمات مفتاحية رئيسية بتدور حول الكلمة المفتاحية الرئيسية المستهدفة في الفيديو. بص حضرتك هي سلسلة، لو اتفرطت منك عقدة خلاص فشل الفيديو. تبقى أستاذ ورئيس قسم لو انت نفذت الكلام ده، ممكن تكون افضل مني وافضل من ناس كتير جدا في التطبيق. خلاص يبقى انا اديت لك العلاقة هنا بين الكلمة الرئيسية المستهدفة وبين الجمهور، بين لغة الجمهور، بين المصطلحات اللي بيستخدمها الجمهور، بين كمان الاهم هل الكلمة دي او المنتج اللي انت بتقدمه في الفيديو ده او المعلومة دي عليها طلب ولا لا. الاهم من ده كله كمان بالنسبة للكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو هي المنافسة. اخطأت حضرتك لو ان انت هتاخد كلمة رئيسية مستهدفة في الفيديو عليها منافسة كبيرة، عليها منافسة كبيرة، يبقى مش هتقدر يعني تعوم وسط القنوات الكبيرة، لان قناتك لازالت في مرحلة تعارف مع الخوارزميات، انت لازلت بتبني قاعدة جماهيرية. لو عندك قاعدة جماهيرية من غير اي كلمة رئيسية او من غير اي علامات دلالية او كلمات مفتاحية
هتلاقي المشاهدين المشتركين عندك اللي هم اعتادوا على انتظار فيديوهاتك هتلاقيهم هيشاهدوا، بالتالي اليوتيوب هيبدا يقترح الفيديو بتاع حضرتك، مفيش اي مشاكل. لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده هو بدايات بناء قاعدة جماهيرية لقناتك، اللي بناء عليها بعد ما تبني القاعدة الجماهيرية، يعني مقصود بيها مشتركين، هتقدر تحقق مزيد من المشاهدات، من المشاهدات هتقدر تحقق الربح وتحقق أرباح. يبقى ابتعد عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو لو كان عليها منافسة كبيرة. طب ازاي هعرف عليها منافسة كبيرة ولا لا؟ هتكلم في مجموعة فيديوهات قادمة عن الكلام ده، عشان انا عايزك تركز في الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهاردة. تمام. في حاجة كمان مهمة جدا، وانت بتبحث عن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو لازم تفكر المشاهد بيبحث عن الكلمة دي ليه. حط نفسك مكان المشاهد. انت لو هتبحث عن كلمة معينة في محرك البحث ايا كان جوجل او اليوتيوب او بينج او امازون، اي محرك بحث، انت بتكتب كلمة عشان عايز حاجة معينة، لكن بيختلف اللي انت بتكتبه حضرتك انا بكتبه بطريقة تانية، حضرتك بتكتبه بطريقة تانية، حضرتك بتكتبه بطريقة تانية، المرادف والمصطلحات بتختلف، لكن اللي بيتفق معانا كلنا ايه؟ هي الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو. اوضح لكم مثال ابسط شوية كده. لو انا بتكلم عن الكلمات المفتاحية، هقول الكلمات المفتاحية في اليوتيوب، طريقة البحث عن الكلمات المفتاحية، طريقة البحث عن الكلمات المفتاحية في اليوتيوب، طريقة البحث عن الكلمات المفتاحية لليوتيوب، طريقة البحث عن الكلمات المفتاحية يوتيوب. لاحظ ان انا عملت حوالي 6 كلمات مفتاحية علامات دلالية، لكنهم متفقين في ايه؟ في حاجة واحدة بس، ان هما فيهم الكلمة الرئيسية اللي هي الكلمات المفتاحية، لكن المرادفات اختلفت. انا قلت طريقة البحث عن كذا، قلت طريقة الحصول عن كذا، كيفية استخراج كذا، كيفية البحث كذا، لكن الكلمة الرئيسية موجودة في كل العلامات الدلالية دي. انا قصدت شباب ان انا افسر لكم عشان ما يحصلش عندكم لبس في الامر بين الكلمة الرئيسية المستهدفة وبين الكلمات المفتاحية وبين العلامات الدلالية، وديت لكم قاعدة مهمة جدا. انت بتعمل المحتوى الملائم والمناسب للجمهور وليس لمحركات البحث. وقلت لك معنى القاعدة دي ايه لو انت ركزت عليها، معناها ان حضرتك لو انت ركزت على رضا الجمهور هو ده اللي بيهتم بيه ايه؟ اليوتيوب وخوارزميات اليوتيوب، سواء كان خوارزميات الفيديوهات المقترحة او خوارزميات محركات البحث، اي نوع من انواع الخوارزميات الموجودة في اليوتيوب اساس عملها هو الحصول على رضا الجمهور. يبقى حضرتك بتعمل المحتوى عشان ترضي الجمهور، محتوى مناسب وملائم للجمهور وليس لارضاء محركات البحث. ده بالنسبة للكلمة الرئيسية المستهدفة. وقلت لك ابتعد عن مجموعة اخطاء، وخلي بالك ادرس لغة الجمهور بتاعك، ادرس المصطلحات اللي الجمهور بتاعك بيتكلم بيها او بيبحث بيها، ادرس المرادفات اللي ممكن الجمهور بتاع حضرتك بيكتب بيها الكلمات البحثية في محرك بحث اليوتيوب عشان يوصل للكلمة الرئيسية اللي حضرتك استهدفتها. طيب طرق البحث عن الكلمة المفتاحية الرئيسية اللي انت هتستهدفها في الفيديو كتير، وهسيب لكم مجموعة فيديوهات بالقناة في وصف الفيديو ترجعوا لها وهتستفيدوا ان شاء الله، ومجموعة مواقع ومجموعة ادوات، حاجات ممكن البعض للأسف ما وصلهاش وما وصلهمش المعلومة دي، لكن اتمنى ان هي توصل لعدد اكبر بإذن الله. اول حاجة ميزة الاكمال التلقائي، ركزوا عليها، هتغنيكم عن اي اداة، وهتغنيكم عن اي برنامج، وهتغنيكم عن اي تطبيق حضرتك ممكن تجري وراه وتدور عليه. ابتعد عن ان انت تاخد الكلمات المفتاحية ولا العلامات الدالية من ايه؟ فيديوهات الاخرين. لا، اعتمد اكتر
على ميزة الإكمال التلقائي. على فكرة ميزة الإكمال التلقائي هي جزء من مخطط أداة مخطط الكلمات الرئيسية في جوجل أدز اللي لها فيديو خاص ودي تحفة. ميزة الإكمال التلقائي حضرتك لو كتبت كلمة بس هتلاقي مجموعة كلمات في محرك بحث اليوتيوب. لو جيت في جوجل وكتبت في محرك بحث جوجل كلمة واحدة بس رئيسية انت بتستهدفها هتلاقي مجموعة كلمات بحثية، هتلاقي مجموعة كلمات مفتاحية او كلمات دلالية موجودة. لو نزلت في الصفحة في جوجل بعد ما كتبت الكلمة الرئيسية وشفت مجموعة الكلمات الظاهرية اللي ظهرت لك بالإكمال التلقائي او الاستكمال التلقائي هتبحث تحت عن كلمات ذات صلة، كلمات عليها بحث ذات صلة بنفس الموضوع. الموضوع شباب سهل وصعب زي ما انا قلت لحضراتكم في البداية، لكن ما ينفعش ان انت تتعب في الفيديو، حضرتك تتعبي في الفيديو وترفع الفيديو وبعد كده مفيش مشاهدات. يمكن انا كقناة تعليمية انا مش مهتم بالموضوع ده دلوقتي، على المدى البعيد ممكن يجيب نتيجة أفضل معي إن شاء الله بأمر الله، لكن حضرتك بتتعبي في محتوى الطبخ وبتجهزي المطبخ وبتجهزي كل حاجة وممكن بتكلفي الطبخة أكتر عشان تظهري حاجة يعني تكون فيها إبداع للمشاهدين، لكن مفيش كلمة رئيسية، مفيش استهداف لكلمة رئيسية في العنوان، مفيش استهداف لكلمة رئيسية بيدور حواليها موضوع الفيديو بتاع حضرتك، مفيش استهداف للجمهور نفسه، مفيش كلمات مفتاحية مكتوبة في وصف الفيديو، مفيش علامات دلالية موجودة ودي بمثابة تصحيح لأخطاء الجمهور وهو بيكتب أي جملة بحثية في محرك البحث عشان يوصل لموضوع معين اللي هو الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو. أتمنى أن أنا أكون كده يعني وصلت لكم حاجة بسيطة صغيرة عن الكلمات المفتاحية والأخطاء اللي أنتوا ممكن تقعوا فيها أو اللي احنا ممكن نقع فيها. ما تيأس، اعمل الخطوات دي، اعملها في فيديو، ما نجحش معاك اعملها في فيديو تاني، لكن خلي بالك قبل ما تفكر تعمل فيديو الفكرة جات لك أول حاجة تعملها لازم قبل ما تعمل الفيديو لازم تدور على الكلمة الرئيسية المستهدفة، لازم تدور على الكلمات المفتاحية اللي انت هتضمنها في وصف الفيديو، لازم تدور على علامات الدلالة اللي انت هتضمنها في مكان العلامات في محتوى الفيديو وانت بترفعه على اليوتيوب. انا اسف للإطالة واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالمعلومة النهاردة. تحياتي لكم جميعا. قبل ما اسيبكم ما تنسوش اشتراككم بالقناة وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد، والافضل من ده كله اللايك وتعليق عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. السلام عليكم.